بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن بلجيك هل صحيح أنه ينبغي لنا أن نقول بسم الله عند صب الماء الساخن في المجاري حتى لا نحرق الجن في المجاري؟ على كل حال لا يصب الماء الحار لا في المجاري ولا على الأرض، لا يصب الماء الحار لأن الأرض مملوءة بالسكان، فربما يقع على عالم الجن أو على صغارهم فيحصل الانتقام منهم فيصرع. لذا إذا أراد أن يصب الإنسان ماء حارا فليبرده بالماء حتى يكون باردا لا يؤذي ويصبه سواء في المجاري أو في غيرها.